عاجلة 30 مليار سنتيم حجم المساعدات التي تلقتها جمعيات مغربية من جهات أجنبية. بلغ حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل 2012 وأبريل من السنة الجارية 2020 أكثر من 392 مليون درهم، 30 مليار و200 مليون سنتيم. وأفادت يومية المساء أنه وفق تقرير حكومي فقد تلقت مصالح الأمانة العامة للحكومة خلال الفترة الزمنية المذكورة ما مجموعه 903 تصاريح من 218 جمعية بشأن ما تلقته من مساعدات مالية من جهات أجنبية. كما منحت الأمانة العامة للحكومة في إطار المهام المسندة إليها تضيف اليومية 23 رخصة للالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع تبرعات، كما قامت بتمتيع 3 جمعيات بصفة المنفعة العامة ليرتفع العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بهذه الصفة إلى 11 جمعية. شكرا على المتابعة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله. كنتم مع قناة بي إن ماروك تيفي.